يا نوح أنا ما عندي استعداد خاطر بحياة ابني وخلي حبل المشنق يلف حوالين رقبته قدام حكي قدام ضمانات. شو بضمن لي أنا هدول الشهود ما يخافوا ما يجبنوا يخافوا تحت القسم؟ أنا أعصابي ما عاد تتحمل يا نوح، فهم علي؟ شوف، هاي دولة قانون ومحاكم وروتين، بدها صبر. بعدين هاي القضية ما فيك تتصرف فيها مثل ما بتتصرف عادة. بعدين شو، هاي أول مرة أنا بستلم شيء بخصك؟ ولو أنا إمتى وعدتك بقضية إني بدي خلصها وما خلصتها؟ كل اللي مرق بكفة وهالمرة بكفة تانية. هالمرة بتضرب حياة ابني يا نوح، حياة ابني. يعني لا سمح الله إذا بيصير شيء على الدنيا السلام، ما عاد عندي شيء أخسره، افهم علي؟ أنا وعدتك وبس، طمن. يا ريت لو فيه اطمن. تعرف ليه؟ عم اسمعك. لأنه أنت هذا أنت، من يوم اللي عرفتك روح قلبك الصعب المستحيل، مو لشيء، لا لا أبدا، بس لحتى تثبت للناس انك انت نوح قاهر الصعاب والمستحيلات. وهي المشكله. مشكله؟ بالعكس، انا شايف كل شيء عم بصير لمصلحتك. بعدين نوح الرئيس ما بيقبل يخسر قضيه، ما في شيء بيمنعني عن الفوز او ميل عنه، لا بالقانون ولا بالبشر. وهذا الشيء اللي مخوفني منك. تعرف ليه؟ لأنه لسه بالنسبة لك تحدي، مجرد تحدي. واسم ابني مثله مثل أي اسم تاني، بمر وبيروح. نوح، أنا اللي بيروح عندي ما بيرجع.